انت في دبي ولا في جميره وتدور اكل عراقي اصلي؟ مطعم المسكوف العراقي الاصلي في جميره في شارع الوصل، وحياكم الله. فرع المطعم ابو ظبي دبي شارجه لندن، واليوم نحن موجودين في فرع شارع جميره، وحياكم الله. مش تلايمون على شوربه عدس اول شيء؟ طبعا ثلاث انواع من الخبز العراقي عندهم، طبعا المشهور السمون العراقي وخبز عروق والخبز العادي. جربتوا كباب عروق هذا العراقي؟ هذا الاصلي. حط الكباب العروق في الصمون العراقي وشو تسوي؟ وفي الحنبص، يا السلام على الحنبص، ونقول بسم الله. هني الكبة الموصلية بعد تحطها مع الحنبص، يا السلام، وتقول بسم الله. تبغى صينية مشكل عراقي أصلي؟ تبغى أصلي؟ هني عندهم برياني ربيان. بطل، يا السلام، تعال 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 شوف. برياني ربيان، تدور مقلوبة عراقية بتحصلها هني، يا السلام يا السلام. هي عندك الدولمة العراقية، يا السلام على الدولمة العراقية. عندكم هبيط لحم ولا ثريد لحم؟ هذا العراقي، يا السلام، مع خبز وعيش ولحم، شيء من الآخر. سلام. وكبسة لندن، كبسة دياي، خبز العروق، هذا خبز العراقي الشهير عندهم، هذا جاهز. بس مع الحنبص وتقول بسم الله. هي عندنا المقلوبة العراقية، كل وجبة تقول الزين عندي أنا. قبل الغداء نزلونا أحلى الجيمات، عندك الشاي العراقي الأصلي. اللي عليك تكتب المسكوف العراقي وبتوصل لهذا الفرع، هذا الفرع الجديد اللي في شارع الوصل.